أنا اسمي نوال، أم لثلاث أطفال، صبي وبنتين، زوجي متوفي من 2014. أنا بشتغل بمشروع الوجبات المدرسية تتقدم للأطفال بالمدارس. مشروع كتير قدم لي إنه الثقة بالنفس، أعطاني إنه أواجه العالم اللي العالم بعد صعب، بس أنا هون شفت حالي أكثر، قويت أكثر، حسيت مسؤولية أكثر تجاه أولادي وبيتي. بروح أنا على البيت، أنا البيت مسؤول مني، أنا كأم وكأب ما عندي حدا إنه يساعدني في البيت، بنتي صغيرة، فأنا بروح مسؤولة من تنظيف، من تدريس الأولاد، من كتير شغلات أمور أنا مسؤولة عنها، ما في حدا يساعدني بالبيت. بتمنى الله يا رب يشدني بصحتي ويقويني، يكون قد المسؤولية اللي أنا يعني الله هيك أعطاني إياها، أكون قد أدرس أولادي، أعمل لهم البلزمون، ما أخليهم يحتاجوا حدا، يا رب الله يقدرني أكون قد هالمسؤولية. بحب أعيد على كل السيدات، كل امرأة برقبتها مسؤولية، بتمنى يا رب يقوينا ونكون قدها ونطلع من هالأزمة على خير وسلامة يا رب.